<clears> thank <throat> you

السلام عليكم رحب فيكم جميعا أهلا وسهلا فيكم في لقاءنا اليوم وهذا اللقاء المخصص لمنسوبين الوزارة فأهلا وسهلا فيكم جميعا وطبعا اللجنة المنظمة لهذا اللقاء المباشر معكم تم طرح مجموعة من المحاور في تربية الأطفال وتربية الأبناء وراح نتكلم فيها بإذن الله خلال يعني الوقت المتاح خلال لقاءنا هذا المباشر معكم أنا أمامي الآن مجموعة محاور وعدة أسئلة راح أتناولها في اللقاء المحور الأول كيف نعزز الثقة بيننا وبين أبنائك المحور الثاني كيف تكون مستودع أسرار لأبنائك المحور الثالث معايير تطبيق المثل إن كبر ابنك خاوي الرابع ما هي حدود الثقة بين الاباء والابناء. والخامس كيف تكسر حاجز الملل في الصداقه مع ابنك او بنتك. والمحور السادس تاثير الصداقه الاسريه على اصدقاء الابناء. وبعدها راح نتناول محور تاثير الصداقه الاسريه على التحصيل العلمي. وفي امامي اربع اسئله يعني وصلتني منكم راح اجاوب عليها باذن الله في هذا اللقاء المباشر معاكم ان شاء الله. أه طبعا في مجموعة أسئلة وصلتني عن طريق أو تتكلم في موضوع الطفل العنيد وكيف نتعامل معه في سؤال يقول الطفل عمره سنتين في سؤال الطفل عمره خمس سنين في سؤال ثالث عن سبع سنين لكن كلها تتكلم عن موضوع العناد أه في سؤال آخر بعد ابني عمره خمس سنين ما يسمع الكلام إلا بالضرب فكيف أتعامل معه وفي كذلك تعامل الأب مع طلبات الإبن إذا كان الولد في مرحلة ثانوية والولد يبي يخرج دائما فكيف يتعامل الأب معه والسؤال الأخير أنه يبدو هذه من واحدة من الأخوات تقول أنه صار ولدي أول سابقا كان يحفظ القرآن بشكل سريع والآن ما صار يحفظ القرآن مثل أول بعد ما كبر شوي في العمر فكيف نعالج هذه المشكلة طرحت عليكم الآن المحاور محاور اللقاء وممكن أبدأ فيها معاكم محور محور وناخذ الوقت بإذن الله وحسب ما قالوا لي اللجنة المنظمة في هذا اللقاء أن آخر عشر دقائق راح يترك للأسئلة والنقاش مرة ثانية نرحب فيكم جميعا أهلا وسهلا فيكم وحياكم الله ونبدأ المحور الأول كيف نعزز الثقة تعزز الثقة بينك وبين ابنك أو بنتك في البدايه موضوع الثقه حتى يتم تعزيزه لازم نفهم ما هي الثقه يعني احنا لما نقول والله ولدي واثق فيني او انا واثق في بنتي شنو يعني واثق كلمه واثق الثقه هني ممكن تكون بعده مجالات وجوانب احيانا تكون الثقه في المسؤوليات يعني لما اعطي حق ولدي انا مسؤوليه معينه انا كل ثقه انه راح ينجز هذه المسؤوليه أحيانا ما المقصود بالثقة المسؤولية المقصود لا الثقة في الالتزام يعني مثلا أنا علمت ولدي على الصلاة هل أنا أثق فيه أنه يصلي بروحة ولا ما يصلي بروحة إذا هنا قاعد نتكلم عن مفهوم آخر للثقة اللي هو الثقة بالالتزام في العبادات قد نتكلم عن مفهوم ثالث في الثقة انا الان شريت تلفون او موبايل واعطيت هذا الجوال حق ولدي بس انا ما اعرف اثق فيه ولا ما اثق فيه يمكن يفتح على صفحات مخله للادب او حسابات هل في ثقه ولا ما في ثقه هذا الان معنى ثالث للثقه طيب هني السؤال اللي وصلني انا طبعا سؤال عام لا يتكلم عن المعنى الاول ولا الثاني ولا الثالث يعني يتكلم عن شيء عام كيف اعزز الثقه بيني وبين ولدي طيب في خطوات اذا احنا نبي نعزز الثقه الخطوه الاولى انا من الخطا اني اطلب من ولدي يثق فيني اذا انا ما اثق فيه. يعني ما يصير انا اقول له يا بابا ثق فيني لما اعطيك كلمه التزم فيها. لما اعطيك وعد انا التزم فيه، انا ممكن اجاوبه بهالجواب. لكن ما يصير انا اقول له ثق فيني وانا يشوفني ما اثق فيه. اذا الثقه المتبادله واحده من الاساليب اللي تعزز الثقه بين الاباء والابناء. رقم واحد الثقه المتبادله طيب رقم اثنين رقم اثنين لما انا اعطي تكليف معين لولدي سواء هذا التكليف التزام بالصلاه او حل واجبات او اعطيته مسؤوليه معينه او اعطيته هاتف جوال وما اعرف بيفتح على صور مخله الأدب ولا لا، المهم اعطيته تكليف لازم احسسه اني انا معطيك الثقه وهو ما نسميه بالشعور بالثقة إذا أنا حسست أني أنا ما أعطيك الثقة هني راح تكون الثقة عند محلها راح يتعامل معي في هذه الحالة بصدق طيب في سؤال وهذا السؤال يطرح من الأباء والأمهات طيب بس أنا عندي خوف يعني أنا أنا ودي أحسسه بالثقة بس أنا خايف أنا خايف خايف يفتح على حسابات معينة خايف ما يلتزم بالصلاة خايف ما يلتزم بالتحمل المس... طيب والحل زين هني نفرق بين امرين بين اني انا اشعر ولدي بالثقه وهذه بيني وبينه وبين اني انا مو معطي حق نفسي اني اثق فيه في 100% يعني عندي علاقتين في علاقه بيني وبين ولدي وفي علاقه بيني وبين نفسي العلاقه اللي بيني وبين نفسي ممكن انا تكون مع... يكون انا معطيها 70% بالمية ثقه انا اثق في ولدي 70% ما اعطيها 100% ليش؟ حتى اعطي لنفسي فرصه اني اشوف اشرف اشيك اسال لكن لما اتعامل مع ولدي احسس اني انا معطيك الثقه 100% اذا نفرق بين موضوعين ها وبين نوعين اذا هذه هي النقطه الثانيه في تعزيز الثقه النقطه الثالثه خل افترض اني انا اعطيت الثقه لكنه ما كان قد المسؤولية وقع في الخطأ أيا كان الخطأ حملت مسؤولية ما تحملها عطيت جوال اكتشفت أن ارتكب خطأ ودخل على حساب مخل الأدب مع أنه بيني وبينه عهد ووعد حملت مسؤولية الصلاة شفته يصلي مرة ويمشي مرة طيب في سؤال مهم هل أنا أخسر الثقة؟ هل أفقد الثقة في ولدي؟ الجواب لا لا لأن طبيعة الطفل تختلف عن طبيعة الإنسان الناضج الكبير الإنسان الكبير لما أعطيت تعليمات مرة الأصل إنه يلتزم فيها الطفل أنا ممكن أعطيه تعليمات مرة ومرتين وثلاث وأتوقع عدم الالتزام ليش لأن الطفل تحرك عواطفه تحرك شهواته يأثرون أصدقاء عليه الجو العام ممكن يأثر عليه ممكن يفتح اليوتيوب يشوف لقطة معينة يتأثر فإذا معاملتي للطفل تختلف عن معاملتي للشخص الرشيد والناضج ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ندرب الأطفال على الصلاة ثلاث سنوات من سبعة إلى عشرة ليش؟ لانه وارد انه يصلي وما يلتزم، يصلي وما يلتزم، يصلي وما يلتزم، يصلي وما يلتزم، وهذه هي طبيعه الابناء، هذه طبيعه الاطفال سواء ذكور او اناث انه يلتزم يتحمس بعدين يرخى يتحمس يبرد، يتحمس يبرد هذا هذا طبيعي جدا. ولذلك انا استغرب من بعض الامهات او الاباء اللي يقولون كم مره ننصحه؟ نصحناه لا 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 شوفوا نحن نفرق ما بين انك تربي او تذكر. <applause> في فرق بين التربيه والتذكير احنا لما نربي معناته قاعد نعطي التوجيه لما نذكر معناته احنا سبق انه ربينا والان قاعد نذكره والاصل تذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين يعني احنا التذكير هذا هذه تقنيه تربويه نستخدمها للصغير والكبير اللي هي التذكير ولازم ما نمل ولا نكل ولهذا عمليه التربيه هي عباره عن صناعه شلون لما نصنع المنتج؟ يعني احنا الحين لو بنطبخ طبخه اول طبخه ما راح تكون 100% ممتازه ولا ذوقها ممتاز ولا شكلها ولا الحس مالها ولا النفس. الطبخه الثانيه تصير افضل، الثالثه افضل، الرابعه افضل تنضج وانا اكتسب خبره. احنا نفس الشيء في التربيه فلذلك هذه كلها امور ممكن تعزز الثقه بين الاباء والابناء. يبقى لو الولد او البنت ارتكبوا خطا هل أنا أخسر الثقة؟ الجواب لا أحسسهم في ثقة؟ نعم هل أقبل خطأهم؟ الجواب نعم طيب كيف أتعامل مع الخطأ؟ أستثمر لتربيتهم وتوجيههم طيب هل لو وقع الخطأ مرة ومرتين وثلاث؟ الجواب نعم هذه هي التربية وهذه هي قوانين التربية أنس كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنوات أنس رضي الله عنه يقول لم يعاتبني النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة على شيء أمرني أن أفعله فلم أفعله فعاتبني أو حاسبني عليه تصوروا ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يوازن بين الحسنات والسيئات أنس رضي الله عنه عنده حسنات كثيرة في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم طيب غلط مرة مرتين بسيطة يعني الواحد يغض البصر وإحنا عيالنا يغلطون مرة ومرتين نغض البصر لكن هذا ما يزعزع الثقة بيني وبين أولادي طبعا أنا عندي قصص ما بيدخلكم فيها مع كبار يعني انا عندي بنت من يومين عمرها 35 سنه مقاطعه امها وابوها وقاعد انا اوجهها انه يا فلانه رجعي كلميهم بريهم امك ابوك تقول لا انت ما تعرف لما كنا اطفال كيف كانوا يعاملوننا شوفوا فالطفل وهو صغير تلقونه يخزن 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 التربيه السيئه يخزن عدم الثقه يخزن عدم تحمل المسؤوليه يخزن العنف يخزن سوء المعامله يخزن 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 لما يكبر يصير عنده سياره بيده يسوقها يطلع من البيت يبدي داوم يروح خلاص يستقل لما يستقل اكو بعض الابناء ينتقم وبعضهم يهجر وبعضهم يبتعد فاحنا ليش نوصل المستوى احنا نربي تربيه صالحه من البدايه ونبدي نعزز الثقه حتى تكون العلاقه علاقه قويه المحور الثاني كيف تكون مستودع أسرار أبنائك طبعا شوفوا إذا تبوني أنا أكون مستودع أسرار أبنائي لازم ولدي لما يكشف لي السر سواء كان السر عاجبني ولا عاجبني أتعامل معه تعامل صحي ما هو التعامل الصحي إذا كان السر إيجابي أقبله بفرح وإذا كان السر اللي يكشف لي سلبي أو مصيبة أو أزمة أساعده وحط إيدي بيده وعاونة حتى يطلع من المشكلة أما أني أنا أكون ضده يعني أبو ذر الغفاري رضي الله عنه عنده كلمة حلوة مرة شاف أربعة خمسة من الصحابة قاعد يسولفون عن صحابي وقع في الخطأ فقاعد يتكلمون عنه فلان 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 والناس دين في نزلة فقوم أبو ذر رضي الله عنه قال لهم أقول لكم إذا شفتوا أنتوا صديق عندكم سقط بحفرة تدوسون على رأسه ولا تمدون إيدكم وطلعونا من الحفرة فقالوا لا لا والله إلا نمد إيدنا ونطلع من الحفرة فقال لهم هكذا صاحبكم يعني هو وقع في مشكلة وقع في مصيبة ارتكب خطأ ما تدوسون على راسه مدوا إيدكم ساعدوه وعطوه فلذلك إحنا شو نقول إحنا نقول أنه إذا عيالنا وقعوا في الخطأ او ياني ولدي وكشف لي سر بابا انا ادخن سجاير خلينا نفترض او جاتني بنتي وقالت ان سوت غلطه معينه طيب اروح اصير انا عليها عون ولا فرعون ازيد المشكله مشاكل ولا امد ايدي واطلعها من الحفره اذا كيف تكون مستودع اسرار ابنائك لما ابنائك يحسون انك انت قاعد تساعدهم وقت الازمات والمصايب. وانك انت قاعد تشجعهم وتدعمهم. هاي الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه تبي عيالك يكشفون اسرارهم حقك؟ انت اكشف بعض اسرارك لهم. فيعاملونك بالمثل. فيكشفون اسرارهم لك. المحور الثالث معايير تطبيق المثل القائل ان كبر ابنك خاويه. صح وهذه حقيقة نقطة مهمة جدا هذه تقودنا إلى قضية التعامل مع المراهقين الشباب والبنات يعني من عمر عشر سنين وطالع كيف نتعامل معهم ولذلك هناك في خماسية هذه الخماسية مهمة جدا يعني خمسة نقاط أقصد الخماسية خمسة نقاط هذه مهمة جدا في موضوع التعامل بين الآباء والأمهات والأولاد وخاصة في هذا السن سن المراهقة اللي خلينا نقول من عشر سنين وصعود. طيب شنو هذه الخماسيه؟ النقطة الأولى فيها أني أعتمد مبدأ الحوار والنقاش مع ولدي. سواء سوى زين أو سوى شين. ولهذا تلاحظون العلاقة بين إبراهيم عليه السلام وبين إسماعيل علاقة حوار ومشاورة. يعني فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي يعني صار في عمر الشباب ها يعني 10 12 14 قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، طيب هي هذه قضيه ربانيه وانتم تعرفون ان الانبياء لما يحلمون بالليل يرون رؤيه، رؤيه الانبياء حق يعني معناتها هذا امر الله. طيب كيف امر الله قاعد تاخذ ولدك؟ يعني تي تقول حق ولدك بابا ايش رايك نصلي ولا ما نصلي؟ شلون؟ هذا امر الله <applause> لكن هني رب العالمين في القران قاعد يعلمنا من مدرسه ابراهيم عليه السلام ان انتم لازم تناقشون عيالكم في كل شيء حتى في الصلاه ناقشوهم يعني الان الطفل على سبيل المثال من عمر ثلاثه الى خمسه وبعدين من عمر 11 الى عشر يبدا يطلع عنده شيء يسمونه الذكاء الوجودي، ما هو الذكاء الوجودي؟ اللي هو يسال اسئله لها علاقه بالكون، بالفضاء، في الله عز وجل، الله شلون منو خلق الله؟ ها يسال طيب انا هني ما يصير اقول له حرام وعيب وما يصير ولا تتكلم وهذا غلط ولا لا لا, لا 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 ولذلك شوفوا ابراهيم عليه السلام هني لما يتحاور مع ولده ها قال له اني ارى في المنام اني اذبحك انظر ماذا ترى قاعد ياخذ رايه في امر رباني تصور لكن شوف الولد لانه متربي تربيه اذا كبر ولدك خاوي صداقه قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم وتله الجبين فاذا الموضوع موضوع علاقه بين الاباء والابناء طبعا هذه هذا النموذج اللي انا اتكلم فيه اليوم في زماننا في التربيه المعاصره مفقود العلاقه بين الاباء والابناء حسب ما يصورها القران اليوم مفقود ليش مفقود؟ لانه تربيتنا اليوم حق عيالنا ما هي تربيه قرانيه احنا قاعد نربي عيالنا او نسلم رقبه عيالنا لاخرين يربونهم من هم هؤلاء الاخرون المدارس او المجتمع او السوشيال ميديا واذا ولدي كان في مدارس اجنبيه والمعلمين اجانب يعني هنا عاد شوفوا الافكار اللي توصل لهم فإذا المنهج القرآني في التربية منهج صداقة بين الآباء والأبناء حتى النقاش في قضية مسلمة تصوروا يعني في طاعة من طاعة الله عز وجل وهذه قضية مسلمة ومع هذا فيها نقاش إذا هذا هو الأمر الأول اللي هو الحوار والنقاش هذه خماسية الأمر الثاني في الخماسية عدم النقد شوفوا العيال من يصير عمرهم 10 11 12 لا تنتقدونهم نقد لاذع شكلك، لبسك، اكلك، شعرك، نومتك، مشيتك، صداقاتك، كل ما تنتقدون كل ما هم ابتعدوا كل ما تنتقدون كل ما هم ابتعدوا طيب والحل؟ شو الحل؟ اذا ما ننتقد طيب احنا قاعد نشوف غلط طيب ما تبينا ننتقد شو نسوي؟ هات اشوف بالله يلا قول لنا وين التربيه؟ التربيه التربيه ان ما ننتقد؟ هل هذا كلام صحيح؟ الجواب نعم في مهارات للنقد تبي تنتقد عليك بالعافيه انتقد بس احترم قوانين النقد طيب ما هي قوانين النقد؟ القانون اكو قانونين للنقد القانون الاول للنقد امدح ثم انتقد <applause> يعني لا تيح حق ولدك مثلا بابا ترى شعرك غلط لازم تقص شعرك احد يطول شعره كذي طيب هذا نقد 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 ما يقبل طيب شو شو الحل الحل امدح ثم انتقد طيب شلون بابا صدق امس انا شفت شعرك وايد حلو بس اليوم ليش شعرك مو مثل امس شفتوا الاسلوب؟ في فرق في فرق ولذلك هني في المثال الاول لما اقول له شعرك 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 اصلا تلقون الولد يبتعد او يصير منافق يصير قدامي يرتب شعره ولما يطلع برا الشارع يسوي شعره مثل ما هو يبي قاعد <applause> ربي على النفاق لكن في الاسلوب الثاني امدح ثم انتقد هني النقد راح يكون مقبول ليش؟ لان سبق النقد مدح المدح هو فتح شهيه تعرفون انتم الحين لما تتغدون ما تدخلون على طول على الكبسه ها رز ولحم على طول اول شيء يحطوا لك سلطه تاكل واحيانا شوربه وتستفتح بتمره مثلا شو يسمونه هذا؟ هاي فتح شهيه وبعدين تدخل على الوجبه الرئيسيه احنا في التربيه عندنا نفس الشيء اذا دخلت على النقد مباشره انت دخلت على طول على الكبسه حتى معدتك راح يصير عندك تلكؤ بالمعده ولا تستطعم بالاكل لكن يكون في مقدمات وبعدين اعطني الوجبه ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن عبد الله ما كان يصلي قيام ليل ما قال له انت ما تصلي قيام الليل قدم المدح على الذم ايش قال له؟ قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقيم الليل شوفوا نعم الرجل عبد الله نعم الرجل عبد الله هذه مدح لو كان يقيم الليل نقد إذا بتعامل ولدك وتبي تبي العلاقة تكون قوية لما تنتقد احترم قوانين النقد، القانون الأول المدح ثم النقد، طيب والقانون الثاني؟ القانون الثاني تبي تنتقده في شيء غلط تحاور معه مو عاجبك شعره؟ مو عاجبك مثلا لبس بنتك؟ مو عاجبك؟ سولف سول تقول لها روحي غيري لبسك لبسك غلط ما يعني هي داخلة كان عسكرية بالأخير أنت أبوها يعني وهي بنتك وأنا عندي بنات أعرفهم ها يقولوا لي يقول إحنا قدام أبونا عباية ونقاب بس من نطلع من الشارع نحطهم بالجنطة لا من شاف ولا من درى طيب ليش لأن الأسلوب التربوي داخل البيت أسلوب عسكري ما يحترم قواعد القرآن ولا السنة النبوية طيب شنو هي قواعد السنة في التربية يجيك ولدك ويقول لك أنا هذا الحرام أبي أسويه أنا بسوي حرام وهم حرام مو أنتم تقولون يا مسلمين هذا حرام أنا بسوي الحرام يلا جاك ولدك قال لك أنا بسوي حرام شو تقول له شو تسوي تحبسه تضربه شو تقول تقول أنت غلطان جاء شاب للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذن لي بالزنا، يعني بسوي الحرام. طيب شلون تعامل معاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف؟ ما انتقد. مع ان الموضوع مسلم. الزنا من الكبائر. يعني مو معصيه صغيره، معصيه من الحجم الكبير. واللي قاعد يقول هالكلام شاب متهور. مو انسان كبير تتفاهم معاه، شباب هذول. قنابل موقوته تمشي طيب شلون النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الحدث بفهم انا يعني شلون هل انتقد قال لا حرام ما يجوز انت ما تربيت ابوك ما قال لك الزنا حرام انت ما تعرف ان الزنا حرام بعدين بنات الناس مو لعب وما تعرف لو انت تتحرش بنت يتحرشون في اخت لا 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 النبي صلى الله عليه وسلم ما استخدم هالاسلوب ابدا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يعلمنا قواعد النقد ما هي قواعد النقد الحوار كيف الحوار قال له تعال واحدة من قواعد الحوار تقول له قرب تقول حق ولدك قرب لما تقول له قرب معناتها وصلت وصلت للرسالة شنو هي الرسالة ترى أنا أحبك لما تقول له قرب معناتها قاعد تقول له أنا أحبك طيب بعدين رقم اثنين حوار قال للنبي صلى الله عليه وسلم ترضاه لامك ترضاه لاختك ترضاه لعمتك ترضاه لي, لي, لي... قاعد قاع يسولف معه قاعد يناقش التفكير قاعد يناقش التفكير ماله والولد يقول لا, لا 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 لا, قال له طيب يعني كذلك الناس ما ترضاه لامهاتهم ولا عماتهم ولا خالاتهم معناته هني هي قاعده منطقيه انتبهوا فالنبي صلى الله عليه وسلم قاعد يتكلم في المنطق شايفين قاعد يتكلم في المنطق وبعدين وضع ايده النبي صلى الله عليه وسلم على صدره ودعا له فيقول للشاب هذا ما كرهت شيئا في حياتي ككرهي للزنا. التعاطي والتعامل في المدرسه النبويه في المشاكل التربويه مختلف تماما عن واقعنا المعاصر اليوم. فاذا انتم سؤالكم هني ان كبر ابنك خاوي، نعم في لها خماسيه. رقم واحد قلنا الحوار. رقم اثنين عدم النقد. واذا بتنتقد في قوانين للنقد وقلنا قانونين للنقد معدل طيب رقم ثلاثه شنو؟ رقم ثلاثه في شيء عندنا تكنيك ذكي في التربيه نسميه اللحظات التربويه شلون يعني؟ اعطيكم مثال آه مثلا الجلاس هذا تمام انا عندي جلاس خلينا نفترض انت قاعد مع ولدك ولا مع بنتك وقاعد يشرب الماي وهو يشرب الماي طاح الجلاس وانكسر طيب الحين في حدث عندي انا ما هو الحدث ان الجلاس انكسر طيب وعندي تقنيه في الخماسيه في تعزيز الثقه والمحبه بين العيال اللي هو استغل واستثمر اللحظات التربويه الاحداث طيب كسره الجلاس شلون اقدر احول كسره الجلاس الى قضيه تربويه كيف؟ ترى في افكار كثيره يعني انا الحين وانا قاعد اتكلم معاكم انا جاتني افكار كثيره مثلا اعطيكم فكره واحده من الافكار ممكن انا اسولف اسوي هذا موضوع اسولف مع ولدي بابا الجلاس ليش طاح؟ يمكن يقول انا ما كنت ماسكه صح طيب انكسر اي والله انكسر زين شو نسوي لما ينكسر؟ يقول خلص خلص انا بنظف واشيل الجلاس طيب تمام هذه لقطه تربويه حلوه اذا احنا قاعد نربي عيالنا على تحمل المسؤوليه لما هو يرتكب الخطا يصلح غلطته هاي واحد هذه فائده تربويه واحده طيب فائده ثانيه احنا عندنا مثل يقولون كبار السن الامهات والاباء ها لين كسر قلاص ولا انكسر صحن ولا ما ها شو يقولون؟ تعرفون اكيد تعرفون شو يقولون؟ يقولون انكسر الشر مو صح كذي؟ انكسر الشر. طبعا وهذه كلمه حلوه ترى ليش؟ لانه قاعد يخففون من المشكله. <applause> مثل لما الانسان يصير عنده مصيبه وتقول له ترى الخيره فيما اختاره الله، ايش قاعد نسوي احنا؟ احنا قاعد نوجه التفكير ان يكون ايجابي بدل ما يكون سلبي. فنقول له انكسر الشر. طيب هذه فائده تربويه ثانيه. انا قاعد اعلم ولدي ان اي مصيبه تواجهه بالحياه يا بابا فكر في الجانب الايجابي انكسر الجلاس لعله انكسر الشر ما تدري اذا نستغل اللحظات هذه شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام كان يمشي فشاف جذي اسك يعني تعرفون الحيوان لما يموت تطلع منه ريحه عفونه ماعز فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم الماعز ورفعه بايده وهو تعرفون معفن ومدود وميت فالصحابه من شده الريحه ما ما تمالكوا فكل واحد غطى خشمه من الريحه ريحه ريحه, ريحة تعفونه والنبي صلى الله عليه وسلم رافع الماعز هذا الميت يقول لهم هل رايتم هل شفتوا هذا شفتوه هذا؟ شفتوه الماعز؟ فقالوا له نعم يا رسول الله قال لهم هذه دنياكم التي عليها تنافسون شوف التصوير شلون بليغ وخطير خطير طبعا لما نقارن الدنيا بالجنه والاخره تطلع الدنيا مثل مثل الحيوان المعفن والميت لكن هاي لحظه تربويه لحظه تربويه هذه اذا انا وانا عايش مع عيالي لازم استغل اللحظات التربويه واوجههم فيها طيب ما زلنا في الخماسيه حوار عدم النقد الا بقوانين النقد اللي قلنا عنها استغلال اللحظات التربويه اربعه التعبير عن الحب لازم بين فتره والثانيه اعبر عن حبي لعيالي بين فتره والثانيه اما اعبر بالعطيه اعبر بالهديه اعبر بالكلام حتى انا اعزز العلاقه واذا انكبر ابنك خاوي طيب شلون خاوي نخاوي بالخماسيه اللي قاعد اتكلم عنها والتعبير عن الحب طبعا للبنات اكثر من الاولاد انتبهوا البنت لانه عاطفيه دائما تبي تسمع تبي تسمع تبي تسمع. الاولاد يمكن بصريين اكثر. البنات سمعيين اكثر. فاعطي حق الولد الشيء البصري في الحب. واعطي حق البنت الشيء السمعي في الحب. وهذه بالمناسبه يعني الناس ترى الله عز وجل خلق البشر على ثلاث اما بصريين او سمعيين او حسيين. اعطيكم مثال. لو انا شريت هذا القلم الحين من السوق تمام؟ وجيت البيت ولما وصلت البيت اكتشفت ان القلم هذا خربان. الانسان السمعي السمعي شلون يتعامل مع هالمشكله؟ يروح يتصل في السوق محل اللي انا شريت منه ويقول له الو ترى القلم اللي انا شريته هذا خربان لازم تغيرونه وترجعوا لي اياه وتجيبوا لي قلم ثاني. الانسان السمعي يتكلم. طيب لكن لو انا تصنيفي بصري وشريت القلم وكان خربان شو اسوي؟ تلقوني انا اما ارسل ايميل او ارسل رساله بالواتساب للشركه اللي شريت منها القلم علشان اشتكي انه خربان. اذا البصري يتصرف بطريقه مختلفه عن السمعي. خلصنا؟ طيب الانسان الحسي الحسي اللي هو يحب الحركه يحب يجيس يحب يلمس يحب ها؟ الحسي لا يدق السيارة سلف وياخذ القلم ويروح للمحل اللي شرى منه يقول اسمع انا هذا شريته منك ترى خربان اخذه واعطني واحد ثاني <applause> هذا الحسي فالناس ثلاثة اصناف الان سؤالي ولدك انت ان كان سمعي له تعامل وان كان بصري له تعامل ثاني وان كان حسي له تعامل ثالث أنا من يومين واحدة من الامهات تشتكي لي من التعليم اونلاين هالايام تقول لي مشكله انا انا متاذيه عندي ثلاثه من العيال اثنين ماشيين صح وواحد مو راضي يمشي مع التعليم اونلاين عن بعد ابدا قلت له سمعي هذا اللي مو راضي يمشي لو نسوي له اختبار انا عندي اختبار اقدر اسوي حق الاطفال لو نسوي له اختبار ما راح يطلع لا سمعي ولا بصري هذا راح يطلع حسي شا تقولي لي ها شلون يعني قلت له انا بعطيك فكره وجربيها وقولي حق المعلمة اللي قاعدة تدرسة أونلاين خد تسوي له تمرين حسي شوفي يندمج بالتعليم ولا لا وعطيتها الفكرة والمعلمة سوتها الولد اندمج اندماج رهيب الأم قامت طق على راسها قالت لي أنا طول عمري أقول هذا الولد متخلف <applause> هذا مو مال تعليم هذا مو مال دراسة أثرة طلع ذكي قلت طبعا هو المشكلة في شلون قاعد نوصل المعلومة الانسان السمعي لازم نوصل له سمعي، الانسان البصري لازم نوصل له بصري، الانسان الحسي لازم نوصل له بطريقه حسيه، يعني انتم الحين قاعد تشوفوني من خلال زوم في لقائنا المباشر مع الوزاره، الان مع منسوبين الوزاره، طيب اللي فيكم الحين قاعد يتابعني وهو انسان سمعي ترى ما يهمه يشوفني في زوم، ما يهمه الفيديو اللي قاعد اشوفه انا الحين ما يهمه يشوفني، تلقونه ماسك القلم وانا قاعد اتكلم وهو قاعد يشوف الورقه وقاعد يكتب، ما يهمه يشوفني. البصري فيكم الحين ما يقدر ولا يستوعب الا لما يشوفني فيشوفني اتكلم بعدين يكتب المعلومه يشوفني بعدين يكتب بعدين يشوفني بعدين يكتب فنسبه مشاهدته لي تكون كثيره الحسي الحسي فيكم يمكن وهو قاعد قاعد يتابعني وقاعد يتمشى فالناس اصناف ثلاثه رب العالمين خلقنا هكذا بثلاثه اصناف هذه انا تصير عندي في المشاكل بين الزوجين احيانا انت الزوجه تشتكي تقول هو ما يكلمني ما يسولف معاي ما كذا يقول انا والله انا اكلمها اسولف معاها طبعا هي سمعيه هي ما يشبعها قصه من عشرين كلمه هي يشبعها قصه من ألفين كلمه لان هي سمعيه هو هذا الادمي زوجها هذا بصري هذا مو سمعي فتشوفون كلامه قليل ويعتمد على الاشارات وهو يسولف لانه بصري فيعتمد على الاشارات فتشوفون هي تشوفها هي مشكله وهو يشوفها هي مشكله بينما هو ما في مشاكل اصلا وانما هذه انظمه رب العالمين خلق البشر عليها ولازم يعرف كل واحد كيف يتعامل مع الاخرين ولذلك احنا في التربيه لازم نشتغل على كل الانظمه يصير عندي قيم تربويه اوصلها بصريا عندي قيم تربويه اوصلها سمعيا عندي قيم تربوية أوصلها حسيا إحنا مسوين هذا في خدمة معين التربوية تشوفون الحقيبة الأسبوعية اللي توصل لكم في الأبليكيشن أو في الموقع فيها القيمة التربوية مثلا كيف تربي طفلك على الصبر بعدين في قيم سمعية في قيم بصرية في قيم حسية لأن إحنا قاعدين نراعي البيوت اللي قاعد تطبق خطة معين التربوية حق الأطفال اللي هي من عمر سنتين لخمسة عشر سنة فإذا لا نقول والله ولدي ما يفهم لا نقول ولدي غبي لا 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 ابدا ابدا احنا عيالنا احسن منا على الاقل احنا كنا ندور الكتب ونشتريها ونقراها اليوم عيالنا الكتب عندهم بجيبهم فالجيل اللي هم عايشينه احسن من جيلنا لكن المهم خلينا نفهمهم ونفهم كيف نتعامل معهم هذا بالنسبه للقاعده الرابعه القاعده الخامسه في إن كبر ابنك خاوي التركيز على الجانب الإيماني هذا جدا مهم خاصة في الزمن اللي قاعد نعيش فيه احنا اليوم اليوم العالم كله رايح باتجاه ثلاث دوائر ثلاث دوائر لا رابع لها في العشرين سنة القادمة دائرة الإلحاد قاعدة تنمو بقوة وعندنا في منطقة الخليج بس الآن مو موضوعي أتكلم هذا بهذه القضية دائرة الشذوذ والعلاقة المثلية وهدم العلاقة الأسرة المبنية عن رجل وامرأة هذا ماشي بقوة في العشرين سنة القادم والدائرة الثالثة اللي هي تقنين الحشيشة والمخدرات يعني هي الآن حرام ممنوع قوانين وكذا بس بالعشرين سنة القادمة حتتغير القوانين إلى أن تكون الحشيشة مسموح فيها والمخدرات قضيه شخصيه وحريه شخصيه اللي يبي ياخذ اللي ما يبي ما حد يكلمه. هذا الكلام في العشرين سنه القادم. طيب احنا الحين في الدوائر الثلاث قاعدين نربي عيالنا اليوم. فاذا احنا ما اسسناهم على العقيده والايمان وعلى نقوي علاقتهم برب العالمين ونقوي علاقتهم بالقران كمنهج ونقوي علاقتهم في السنه كمنهج والا ان دخلوا في الثلاث دوائر راح يذوبون. لان الهجمه كبيره جدا واحنا كمسلمين اليوم اضعاف في التقنيه وضعاف في الفكر واضعاف في السلوك وبالتالي لما يكون القوي يصير هو اللي يحكم العالم في قاعده تدرس في الفلسفه وعلم المنطق يقول لك منطق القوي قوي ومنطق الضعيف ضعيف يعني الانسان الضعيف حتى لو كان على صواب ولا معاه الحق يبين ضعيف لانه ضعيف والقوي حتى لو كان على باطل يبين قوي لانه قوي، هذه قاعده منطقيه تدرس في علم المنطق هذه، منطق القوي قوي، منطق الضعيف ضعيف، المهم، فالشاهد من هذا كله هذا يخلينا احنا نلتفت لاولادنا ونهتم فيهم. اذا هذه خماسيه تقويه العلاقه. في مسالتين طرحتوهم انتم في بدايه اللقاء، تاثير الصداقه الاسريه على اصدقاء الابناء، وتاثير الصداقه الاسريه على التحصيل العلمي. شوفوا وأنا بلخصها لكم بجواب واحد كل ما كان الطفل مستقر ومرتاح وفي بيئة صحية كل ما كانوا أصدقاء جيدين وتحصيل العلمي جيد هذه خلينا نقول القاعدة العامة هاي واحد اثنين كل ما كان الأب والأم قريبين من عيالهم يساعدونهم يدعمونهم كل ما كان التحصيل العلمي أفضل وأفضل المشكلة اللي أنا قاعد أشوفها أنه كثير من الآباء والأمهات يتعامل مع المدرسة كأنها استغفر الله قرآن وسنة شو يقول المعلم صحيح شو تقول المدرسة كلامها صحيح لا كلام مو صحيح لا 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 أنا عندي ولدكم هو الصادق وولدكم هو الصحيح أنا ما أروح أمشي كلام المدرسة على ولدي لا أبدا أبدا أنا ولدي هذا وهي بنتي وأنا أعرفهم ويا ما أنا عندي قصص بس ما ودي أفتح وياكم الآن لأبناء وبنات تم تدميرهم من قبل المعلمين والاداره المدرسيه. وصاروا الام والاب مع المعلمين ومع الاداره المدرسيه ضد الاولاد. وهذا مو صحيح. هذا مو صحيح. احنا عندنا قواعد اذا الولد او البنت سووا شيء صح ادعمهم واشجعهم، سووا شيء غلط احاسبهم واعاقبهم، عندنا قاعده احنا. لكن انا ما اصير ضد ولدي وضد بنتي بالاخير هذا ولدي وبنتي يعني عندنا مثل يقول مالك الا خشمك لو كان عوي يعني هو خشمك بالاخير ايش بتسوي انت هذا خشمك حتى لو عوي فبالاخير هذا ولدك وهاي بنتك فهم عيالك وبالتالي هم امانه عندك كذي اكون انا خلصت المحاور اللي انتم ارسلتوها لي يبقى انا باخذ الحين يمكن عشر دقائق باقي لي اربع اسئله بجاوب عليها وبعدين بفتح لكم مجال عشر دقائق للحوار والنقاش معاكم في أربع أسئلة أنا أخذتهم منكم. السؤال الأول كان يتكلم عن الأطفال العنيدين بشكل عام. وفي أكثر من سؤال ياني منكم في موضوع الأطفال العنيدين. لكن خليني أقول لكم شيء، أنتم لا تشوفون العناد صفة سلبية، ولا تشوفون العناد غلط. لا، على فكرة العناد من الصفات القيادية. ولو ما في عناد كان الانسان ما كمل تعليمه ولا كمل ولا حقق طموحه يعني شو اللي يخليني انا اخذ الماجستير وبجداره ترى العناد شو اللي يخليني اخذ الدكتوراه اني انا شخصيه عنيده انا لو معنيد كان ما اخذ دكتوراه الانسان اللي عنده عناد معناته عنده هدف وقاعد يشتغل 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 يشتغل, يشتغل, يشتغل. مع انه في عوائق كثيره بس قاعد يكسر العوائق لانه عنيد ولذلك العناد احنا احنا نشجعه يعني ابو بكر الصديق رضي الله عنه وقف بروحه بروحه ضد كل الصحابه في حروب الرده طيب ما تسمونه عناد هذا ما تقولون شخصيه عنيده عنيده لكن العناد بالمعنى الايجابي وليس السلبي طيب سؤال ليش الام والاب يزعجهم العناد ليش لان تلقى الاب والام مشغولين في الحياه وفي الدنيا وي الولد ولا البنت شاكسون والولد والاب والام ما لهم خلقها المشاكسه فيشوفون العناد مشكله ولا بالعكس العناد لازم احنا نعززه في الطفل ولازم نقوي العناد لان العناد عباره عن شخصيه قويه ان شاء الله وضحت الصوره. السؤال الثاني ابني عمره خمس سنين ما يسمع الكلام الا بالضرب هو شوفه هو, هو لما يتعود الانسان على شيء اعطيكم مثال من يومين كان عندي يعني عندي قصه طفل لما كان عمره ثلاث سنين يروح بيت اهله بيت امه الجد والجده ويعني والخالات والعمات فيفسخ ملابسه فيضحكون عليه يضحكون فالطفل لما يسوي شيء غلط والكبار يضحكون شو يصير؟ يتعزز عنده سلوك الغلط <applause> الحين الولد عمره سبع سنين ويفسخ هدومه قدام الناس يا يا, يا ذاك اليوم ابوه وامه يطق على راسه قال يا معود الحقنا شوف ايش قصته هذا. قلت له بديت اسال 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 لما اكتشفت السر، شنو هو السر؟ انه لما كان عمره ثلاث سنين كان يفسخ ملابسه في بيت جده وجدته فكانوا يضحكون له ويصفقون له بعد. فالطفل على ما اعتاد عليه طيب فالحين لما تجون تشتكون تقولوا لي والله ولدي ما يمشي بالكلام الا بالضرب معناته كنتوا تضربونه اول يمشي الكلام، تعود تعود خلاص تعود على الضرب. صار عنده تبرمج مخه انه ما ينفذ شيء الا لما ينضرب <applause> طيب والحل الحل تسوون اتفاق معه هل جمع عمره 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 خمس سنين ما خالف خمس سنين ماشي انا اشيل لكم يا. سووا اتفاق معه انه بابا احنا لما نلعب معك لعبه سووها كذي طبعا اذا كان هو حسي اذا كان سمعي تكلموا معه اذا بصري يرسمون له رسمه لان يعني خمس سنين واتفقوا معاه اتفاق على انه ممكن ينفذ من غير ضرب وجربوا ما تضربون جربوا ترى راح يتغير يتغير يبقى بالإنسان الانسان انسان يعني يبقى في الاخير هو انسان اخر سؤالين وافتح لكم مجال للنقاش السؤال الاخير قبل الاخير تعامل الاب مع طلبات الابن بالثانوي للخروج بس انا ما فهمت طبعا السؤال بس اللي فهمته ما ادري بس انا فهمي صح ولا غلط انه الولد بالثانويه وقاعد يطلب من ابوه يطلع برا و... والابو شلون يتعامل معه عادي يعني أنت حط شروطك كل بابا تطلع بهالساعة ترجع بهالساعة الأصدقاء لازم تكون متعرف عليهم أنت كأب إنهم صحبة صالحة ناس نظاف ما عندهم حشيشة ما عندهم مخدرات ما عندهم تدخين ما عندهم لعب جيم مثلاً بالأشياء الإباحية وغيرها يعني أنت حاول تشيك على هالأمور وتطمئن وحط شروطك بعدين اسمح له بالخروج شوي 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 ما في مانع بعدين خلوه يعزم ويدعو أصدقاء عندكم في البيت شوفوا أصدقاء تعرفوا على أبائهم يعني خلي يصير في حركة شوي عشان الواحد يطمئن السؤال الأخير أب أبي ما صارت هم آه ابني ما صار حفظة للقرآن مثل السابق وانتبهوا طبعا كل ما كبر الولد الولد بالذات خلوا البنت البنت يعني أهدأ كل ما كبر الولد كل ما <applause> تغير اكثر خاصه العيال الولد الذكور فموضوع الحفظ لو تنوعتوا بالاساليب ربما يرجع مره ثانيه يحفظ يعني يمكن اول كنتوا تعتمدون على الاسلوب السمعي كان يمشي معه بس هو يمكن بصري انا مره زرت واحده من المدارس والله معلمه كانت شاطره صراحه شاطره وانا امشي في المدرسه ولا اشوف معلمه حاطه 15 طفل عندها وتحفظهم القران بالقفز يعني هي تقفز وهم يقفزون معها وتحفظهم القران طبعا استغربت انا شوي فتحت الباب وسالتها قلت انت ايش تسوين؟ قالت لي حفظهم القران قلت انا قاعد اشوف ايش قاعد تلعبين انت وتقفزين معاهم قالت صحيح دكتور لانه المدرسه منزعجين من ال من 15 طفل هذول هذول عندهم هايبر فرط حركه وانا معلمه انا بعد عندي فرط حركه صراحه قلت لهم تعالوا يبا فرط بفرط نفرط كلنا مع بعض هاتوهم فسوينا فصل سميناه فرط الحركه اللي هو النشاط الزايد وصرت احفظهم القران بالقفز دكتور الحين حافظين جزء عم كله بالقفز لكن تقعدهم كذي ما حد فيهم يحفظ اخليهم يقفزون يحفظون قلت له بس توكل على الله خليهم يقفزون توكل على الله هذول الاطفال حسيين شوفوا لا هم سمعيين ولا بصريين وبالتالي تم معالجه حفظ القران بطريقه ذكيه يعني كذي اكون انا تقريبا انتهيت من لقائي معكم اليوم وانا سعيد جدا بهذه الاستضافه على زوم واحب اقول لكم بس قبل لا اختم، احنا في عندنا كل اسبوع ورشه تدريبيه عبر الواتساب، واذا تحبون تشاركون فيها اهلا وسهلا فيكم عن طريق الواتساب. الورشه القادمه يوم الاحد عن افكار ذكيه في حل المشاكل الزوجيه. وانا ممكن اعطيكم الرقم الجوال الان، اي واحد فيكم يبي يشترك في الورشه بس يرسل رساله انه انا اريد الاشتراك واحنا نتواصل معاه مباشره ان شاء الله. الورشه هي خمسه ايام، كل يوم الصبح انا ارسل لكم ماده علميه في الواتساب. في اي دولة تكونون في اي مكان تكونون وعندكم طول اليوم تتناقشون معي في المحتوى العلمي اللي انا ارسلته لكم خلال خمسه ايام ونسال الله عز وجل يوفقنا واياكم الى كل خير الرقم بعطيكم اياه اعطيكم الجوال السعودي اول وبعدين الجوال الكويتي الجوال السعودي 00966 538 623 048 الجوال الكويتي 00965 94 تسعة 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 أربعة ثمانية سبعة على أي جوال ترسلون رسالة على الواتساب إن شاء الله نتواصل معكم وأهلا وسهلا فيكم وأنا سعيد جدا بهذا اللقاء والمجال المكروفون لكم الحين في الحوار والنقاش والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بس ما أسمع صوتي إذا في صوت أنا ما أسمع في مشكلة بالصوت يعني ولا؟ السلام عليكم يعطيك العافية دكتور مستمتعين السلام الله الله قلت خماسية خماسية الثقة او خماسيه الحوار يعني خماسيه الصداقه بين الاباء والابناء في اذا كبر ابنك خاوي نعم فقلنا اعتمد مبدا الحوار وبعدين النقد يكون المدح فاتحه للشهيه ذكرنا اللحظات التربويه واستغلالها التعبير عن الحب رابعا وخامسا ايش الايمان قلنا الايمان غرس الايمان وتقويه الايمان يا سلام الله يرفع بيك ويرفع قدرك استفدنا التور بارك الله فيكم شكرا لكم لا الله يسلمك حياك الله آه, تبون أختم يعني ولا في شيء ثاني كفيت ووفيت آه طيب ساكم الله خير يعني يعني ما يعني 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 اطلع في شيء بعد ولا خلاص لحظه بس اشوف الواتساب حتى افهم اه طيب اه طيب ما شاء الله يعني مبادرة جميلة جدا صراحة يعني من الشركة السعودية للكهرباء ونشكرهم على هذا اللقاء وحقيقة أنا أتمنى دائما يعني تكون فعلا مبادرات مثل هذه من شركات القطاع الخاص أو الجهات الحكومية أن تهتم في تطوير وتنمية موظفينها عادة نحن عندنا الـ HR أو الموارد البشرية دائما يفكرون في تدريب وتطوير في جانب التقنية في المبيعات في المحاسبة لكن قليل من الشركات اللي تبادر وتهتم في موظفينها في الاهتمام في بيوتهم وأسرهم وتربية أبنائهم وعلاقاتهم الزوجية حقيقة بالعكس يعني أنا حي وأشكر الشركة السعودية الكهرباء على هذه البادرة الرقم السعودي أعيده مرة ثانية طيب 05 آه، أظن ها آه، مو بدايتها صفر خمسة، بعدين آه، ثلاثة ثمانية. ستة اثنين ثلاثة صفر اربعة ثمانية اعيدها لكم مرة ثانية خلي اعيدها مع المفتاح الدولي افضل حتى ما غلط صفر صفر تسعة ستة ستة خمسة ثلاثة ثمانية اثنين عفوا ستة اثنين ثلاثة صفر اربعة ثمانية آه في طريقة لمعرفة الطفل سمعي ولا بصري نعم طبعا في طريقة وحقيقة في اختبارات يعني ممكن لو حبيتوا آه, تسوونها تسألون عنها يعني في المراكز المهتمة بالأطفال أو تسوي اختبارات بالأطفال آه, وبالمناسبة هو أنا أنا عندي اختبار بس بالكويت حاليا ناخذ بصمات الطفل ومنها نعطي تقرير للوالدين من 60 صفحة في تحليل شخصيته كاملة وقريبا يعني خلال شهرين ان شاء الله راح نفتح في الخدمه هذه راح تكون موجوده في جده وفي الرياض خلال الشهرين او ثلاث شهور القادمه لو حبيتوا اهلا وسهلا فيكم يعني. لكن حاليا اذا انتم مستعجلين اكيد عندكم في مراكز تسوي اختبارات للطفل بس حسب معلوماتي مو بالبصمه اللي موجوده الان في المنطقه اسئله واجابه والعاب يعني كذي علشان ياخذون النتائج. آه في سؤال وصلني اللي هو كيف احمي اولادي من مخاطر السوشيال ميديا؟ آه يعني طبعا مهم جدا تكونون قريبين من عيالكم ومهم يكون في قوانين للسوشيال ميديا واستخداماتها زائد رقم ثلاثه في كل هاتف او جوال يكون في نظام في شلون الجانب الامني نحفظ انه ما يدخلون على اشياء اباحيه ولا غلط. رابعا انه لو بيلعبون العب معاهم. طبعا منظمه الصحه العالميه انقسم الاوقات يعني الطفل اللي عمره اقل من سنتين يمنع منعا باتا التعامل مع الشاشه. الطفل اللي من عمر سنتين لعمر ست سنوات ممكن نسمح له باليوم اكثر اقل من ساعه، اقل من ساعه باليوم. الطفل اللي عمره من 6 الى 12 نسمح له في اليوم اقل من ساعتين لازم اقل من ساعتين. الطفل اللي فوق 12 سنه نسمح له اقل من ثلاث ساعات باليوم، هذا نقول معدل منظمه الصحه العالميه. أنا أقول لكم كل ما قللنا من هالأرقام اللي قاعد أقولها لكم أفضل بإذن الله. نشكركم على هذا اللقاء ونشكر الشركة على هذه البادرة وعموما أنا قاعد أشوف بعض الأسئلة قاعد بس الوقت قرب ينتهي فلو في أي شيء ممكن تدخلون على خدمة معين التربوية هي عبارة عن تطبيق يعني موجود معين تنزلونه وترسلون لي الاستشارات من خلاله أو تدخلون على الموقع الإلكتروني معين يعني www.maain.org وطرشوا الرسائل الاستشاره للطفل بعد ما تسجلون بيانات الطفل طبعا عشان اكون انا فاهم وخلال اربع خمسه ايام ارد عليكم ان شاء الله باذن الله وشاكر لكم على هذا اللقاء ونسال الله عز وجل يوفقنا واياكم الى كل خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.